رجعنا من جديد في سبوميكس نص الثاني من الحصة بتاعنا اليوم، نحكيو أكثر كورة على المنتخب الوطني التونسي. اليوم مقابلة ضد منتخب جزر القمر مع ضيوفنا أحمد الصالحي، مختار دبوس، مروان تيش وكريم العواضي. كريم، خلينا نبدأ معك أنت، أعطيك التشكيلة تقريبا. قعد غموض في مركز واحد، تو نعطيكم تفاصيل. في الكاج تقريبا واضحة الأمور، مميش على اليمين بوشنيبة، على اليسار باش يكون موجود محمد أمين بن حميدة كأساسي، في اللاكس الثنائي ياسين مرياح ومعه أيضا منتصر الطالبي، القدام باش يكون العيدوني أساسي. الشك قعد في وسط الميدان بين حمد رفيعة وإلياس السخيري، واحد منهم باش يكون أساسي، أيضا باش يكون فرجاني أساسي. محمد علي برمضان باش يلعب على يمين في الخط الأمامي مع كجناح أيمن، على اليسار يوسف المساكني، وقلب الهجوم سيف الدين الجزيري. خلينا ناخذ عندكم قراءة كلمة كلمة على التشكيلة بعد نغوص أكثر في التفاصيل. نبدأ معك أنت كريم. والله ديما انا يمكن عندي مشكل كي نتفرجوا في البوزيسيون اللي يلعب فيها برمضان، اسكو وين يتحط في عليني راه موش بشلقه راحته، خاطر انا عرفناه برمضان كل ما يكون في كاس كل ما يكون ريليور ليبر في ليبر ليبر في وسط تيران، وحتى ريليور على الجهه اليسار باش يحل ويشوط، حتى كي يلعب على ريليور على اليمين يتقلق شويه. لا اش نقصد بريليور، راه ريليور ينجم يكون في وسط تيران اللي يمكن هو لعب مروان ومع حمزه لحم، تخليه ليبر في وسط الملعب يتحرك اصحابه يتحركوا في البوزيسيون عكسه هو. يمكن الليس سخيره كما تعرف انا تفرجت فيه ماتش الاخرين عمل ميتا وخرج بارامون عنده بليسيور. لا ما عندوش، هو قال خرج الاسباب فنيه من المدرب، احنا كنا نظنوا عنده بليسيور صحيح، لكن تصريحه هو قال المدرب عمل شويه باش نخرج معنا. ما نتصورش كي يبدا الليس سخيره مش باش يكون اساسي، خاطر الحق نتاع ربي الطفل هذاك يبدا موجود، يعطي برشا اكيليبر لوسط الميدان. يمكن انا الحاجه اللي ديما نقولوا ساعات في المنتخب تصير لك كالي تخلي لعبه تحكي عليه، اللي هي بن حميده كيما قلت انت نجم يكون اساسي، وهو في الاول نسبه كبيره اساسي 99% اساسي، وهو ما كانش في الاستدعاء الاولاني للمنتخب، نقطه استفهام كبيره. يمكن هوني انا نرجع لمرتضى بن والناس نقولوا وين مرتضى بلاسي مضروب، لكن لهنا نعطيك حسب بعض المصادر معناها التبرير نتاع فوز البنزرتي شنو يقول لك. بن حميد لعب اكثر من حسين بن علي في المنتخب، يعرف الملاعبيه اللي معاه في الكاج من ميش وكذلك مرياح وبوشنيبه، لكن لهنا كما قلت انت المفروض يكون من الاول هو قبل بن علي ما دامك انت عندك الاشواء هذا معناها. والله ايش باش نقول لك، ساعات تسمع اعذار ما نتصورش عذر هذا حق نتاع ربي. يمكن مش هكاك هما كانوا عقارين، ها نقول اعطيك المنتخب بصفه عامه، خلي للتوضيح العام واحنا نعرفوا. هو كان شكون الاولاني قبل ما يتضرب؟ كان العامدي هكا ولا ديما ليكيب ناسيونال، خاطر اليوم بن حميده ماهوش اون بوزيسيون فورس ولا تلز، خاطر اليوم باش تكثر الكلامات وباش يخلي عليه بريسيون كبيره هكا ولا شي عايت البن علي ما خذت خاطر. هذاك بن علي كان جاي كيما نقولوا هذاك ديكور عاملين، وانا نعطيك من الاخر ماهوش عاتي فيه كيما نقولوا ثقه تامه، معناتها مش معناتها انا نقول لك جاي باش خاطر اليوم بن حميده الناس الكل عارفين دايرين عليه، مي اليوم مقتنع بيه فوزي البنزرتي حب يعيط له في كيما بدا عبد موجود رتح الملاعبي، مي اليوم كيستحق ولا عيط له فرض اللي ظهر لكونه بن علي ماهوش حابه. نجم تكون مروان نتاع انا مسينا ايطوال، انا عيطنا وين لاعبي من ايطوال صحيتك فوالا هكا يخدموا بينا يا اخي برشا. عاد كان يولي عيط له البريود اللي كي مثلا من قبل هكاك كريم راهو يبرز، ولا نعيطك نذكرك في برشا اسامي يبرزوا ويكونوا هما تيتولاريات يسكتوا بهم العباد وما يلعبوا حتى دقيقه في المنتخب. انا اعطيك من الاخر انا باهي. خلينا ناخذ تعليق من عندك احمد على التشكيله المحتمله اللي سمعتها. التشكيله هذاك ما عندوش معناتها خيارات كثيره فوزي البنزرتي، نتصور هذيك التشكيله المناسبه. خط الدفاع تقريبا كله ملاعبيه فيه باستثناء الطالبي اللي ماهوش تو في الاسبيرونس، تقريبا الديفونس كامل معناتها خط الدفاع تاع الجريده التونسي، وهذه حاجه مهمه خاطر فما اي لا نحكي معناتها عليه يلعبوا مع بعضهم تو الطالبي ما لعبش مع التريو الموجودين الاخرين الخمسه ليني التالي ما وين شو قصدت انا فوزي البنزرتي في الخط الدفاع لوج على حاجه اسمها تكامل، لوج على حاجه اسمها تكامل وهذا عنده فيه الحق، وانه يلعب بن حميده اساسي هذا معناته زاد حاجه معقوله جدا وخيار صعب
بن حميده كما كان يحكي سلام. المعقول الخبر. المعقول وين انك تجيب ملاعبي بعض ملاعب يتلعبوا قبل الملاعب اللي جبتهم من الاول، وين المعقوليه فيها؟ كيف تقولي المعقوليه؟ المعقوليه توا انا قدامي زوز ملاعبيه باش نختار الاكفى والاجدر منهم باش يلعب في ليكيب ناسيونال. ما تقوليش عيط، انا عيط باش نكمل معاك الاخر وقبل قبل الستاج موجود معاك بين زوز ملاعبيه باش تختار الاكفا منهم. علاش من الاول ظهر لك الاكفا بن علي واليوم ظهر لك الاكفا بن حميد؟ انا ما عندي حتى مشكله مع حتى اسم، لكن نحسبهم اكس واي. خلينا نعملوا ريزونمون. هو وقت العيط لبن علي كان العابدي باش يلعب تيتولير انديسكوتابل، معناتها لاعب اساسي لا ما فيش نقاش، وما كانش باش يلعب حسام بن علي بعد إصابة العابدي. خاطر هو إذا كان مش يعيط كما كان مروان يعيط لبن حميدة مش يلومه برشا، خاطر بن حميدة روندمون تاعو كونتيستي من فئة كبيرة من جمهور الترجي التونسي والرأي العام الرياضي بصفة عامة. كي تضرب عليه العابدي تولي وقتها أنت كي باش تعمل شوية بين حسام بن علي وبين بن حميدة. أنا كمدرب نفضل بن حميدة لخبرته وتكامله مع المجموعة الموجودة. عنده خبرة عاد. لا ما تلاقش من قيمة الناس. لا بن علي لا حتى لا يعجبني. الراجل يلعب 10 سنين في الاسبيرونس على يلعب على المستويات الكل ويحكي لي شنو الخبرة. شنو الخبرة؟ شنو الخبرة؟ كأس العالم لعب تشامبيونز ليج لأفريقيا. في بالك أنت على 5 سنين مع الناس على رقوشة. شكون اللي يعرف؟ وتناقش سامحني اليوم برشا عباد تقول. لحظة نعطيك خويا. إي بن حميدة كان في الجروب اللي مشات للبطولة العالم الأندية. كأس العالم الأندية تقصد. أوكي. إيه بن حميدة شو مروان خلينا ما شو ما شو موقفك من بن حميدة ملاعبي مش ملاعبي هذيك حاجة أخرى. أما زاد نعطيه حق العباد زين عنده في كيف عنده في كيف اللي كيف ناسيونال عمل مباراة من أعلى تيران بن حميدة يلعب حتى رجع للوجهات الكل عنده خبرة عنده كامل. بن حميدة اليوم الكورة احنا كي كنا نطلعوا في الكورة ونعرف كنا نقاو كما قلنا كانوا اسامي قدامنا ما تنجمش تاخذ معاهم شانس. بن حميدة تقول لي انت اليوم ما عندك مع ريتفت هو تسمى عنده حظ كبير اللي معنا شرير جوش في تونس في تونس كامله اللي ما عندك شرير جوش هو يسمو يلعب زاد احنا جاب ربي اليوم عنا عليه العابدي برص في الثلاثينات نتاعو بعد عليه معلول ما فهمش. انت مدرب عندك حسام بن علي خبرة. وعندك بن حميد شكون تلعب؟ خلينا من الديماغوجيا دي. انت عندك حسام بن علي اللي ماهوش انا ريال جوش دو ميتي وجوار دو كولوار رجعوا ريال جوش للضروره وفي ليتوال ماهوش عامل روندمون كبير وعندك بن حميد خبرة وتجربة وفي الفيستيار معناتها مع جمهورات يعرفوا في الفيستيارات وتجربة وخبرة عندها قيمة زاد يا مروان عندها قيمة عندها قيمة راهو كرة كنت للترجي ولا لمعبيته ما يخليكش تكون موضوعي ما يزعش عنك جانب الحياة. اسمع كان جات عندي فيه ثقة من رجع عشان بن محمد خليني من محمد خلينا تو في ليكيب ناسيونال بس لعب اربع ماتشات في ساقيه وعامل ليكاب كرواسي على الموضوع واليوم اصلا ايش كلمك عاد تبداو تحكيو في وقت لا بس ما مروان يبدا يحكي في الموضوع يحكي لك على بن محمد ليش تشنش خليه يكمل يا مروان بعد نعطيك ترد عليه يا مروان انا نحكي ايه بن حميد اش بيه ماهوش ملاعبي انا بن حميد قلت ضررته فئه من جمهور الترجي الرياضي التونسي اللي اربكته الملاعبي وفقدته الثقه بنفسه وكاردوزو اللي يعطي فيه في ادوار اكثر معناتها من طاقته اكثر من حجمه كي يضمه لزيلي للعمق يخلي له هو كلوار كامل هو باش يبقى هو ما عندوش لي كاليتي هو دفاعيا اقوى بن حميده قلتوا احمد ايه ما نعود له مروان تفضل عندك ليه انا في الميكرو بو على الفورماسيون اللي ريناها سلام الحقيقه ممكن على حسب الافكتيف الموجود 90% باش تكون هكاك خاطر كي انت كي تختار انت تفرض عليا ايفيكتيف تعيط ليستا كيما كيكا بيان سور كي باش تهبط التشكيل تهبط التشكيله هذيا باش تكون كاين هكاك وانا راه التشكيله هذيا ممكن نعرف فوزي ديما عنده ليكيب كي غاني ما يبدلهاش ممكن لقيتها متقاربه على غامبيا يسيرتو فوزي ممكن انت قلت على الصخيري ورفيعه انا نفضل خاطر اليوم راه تحب ولا تكره اليوم مش تلعب في بلادك واحنا ديما فوزي على حسب كي ترانيت عنده ديما يفضل كبيفو سنتينيل واحد بركه وماذا به معناتها ديما زوز قدامه انا راه معناتها مع فرجاني اساسي ممكن يكون حمزه رفيعه ومن اسافوار يوسف المساكني اسكو باش يلعب تحت لاتاكون ولا على اليسار ما نعرفوش كون بوان في النقطه اللي كنت تحكي عليها حتى نعطيك بعض الكواليس والاخبار فوزي كان مقتنع انه كما قلت انت يلعب سنتينيل واحد لكن الزوز مقابلات اللي فاتوا مفماش رضا كبير على المستوى نتاع مراسلة الميدان كي لعب فيه العيدوني وحتى الحصص التدريبية اللي شارك فيها السخيري معناتها كان اكتشف فوزي معناها لاعب جاد وقاعد يخدم بالباهي في لونترينمون هذا خلاه ينجم يفكر معناها مازال مش مؤكد حتى لتو ينجم يفكر يلعب العيدوني والسخيري اساسيين الزوز. انت تو قلت كلمة
معناتها تو نحن باش نحكموا على السخيري لا بجاد و... بون كان ينج... كان يفكر اني معناتها باش يلقاه معناتها متملح من المنتخب و... لا لا و... انا عشت معاه وبنجيش الستاج اللي فات اكثر واحد نراه في البروفيسيونيل ويجي يعطي انا واحد من الناس بعد وهب الخزر اللي جاء عطى ليكيب ناسيونال الصخيري جاء عطى ليكيب ناسيونال ما عطاش برشا كريم المنتخب في فريق في فريق في فريقه ديما مستوى افضل برشا من المنتخب ما نعرفش تبني ولا لا راهو المنتخب حاجه والفريق حاجه شوف انت في المنتخب في الفريق شكون جوري الطلب معه ساعات راهي مجموعه تنجح لاعب انت احنا مازلنا في ليكيب ناسيونال نتاعنا ما وصلناش للنيفو هذا احنا قاعدين نستناو في لاعب باش ينجح ما عندناش مجموعه باش تنجح بعض سخيري كي يلعب غادي يعطي لك الليبر لوسط الميدان انت في البوست هذيك كنت كريم تشوفهم يتكاملوا هو والعيدوني معناها ما يعطلوش معناها صنع اللعب في المنتخب كي يبداو الزوز انا 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 واحد من الناس ما نشوفهمش يتكاملوا خاطر بحكم العيدوني يولي يرجع بارش التالي يحب ياخذ كوره كيف كيف تلقى سخيري معناها ساعات تلقى خمسه كونتر مهاجم ولا وانا كونتر مهاجم ولا اثنين اي اما كريم مازوما كي تلعب ضد فريق كيما نقولوا نحكيوا على مصر ولا زيت ولا الادفيرسير باش يحكم عليك صحيت فوالا ما عندناش يكونوا في بوزيسيون يكونوا مع بعضهم لا الادفيرسير باش اليوم انا مثلا بار اكزومبل كيما نرجع كلام سليم معناتها نخير كيما نلعب بيفو واحد بركه باحتراماتنا الفريق هذا مي اسمع راهو الفريق هذا سليم عامل توا دو نول معناتها فريق يذل نراه دفاعيا ماهوش خايب ينجم يقلقك اليوم فهمت الناس كلنا تفكروا الماتش اللي عملوا مع الكاميرون في الكوب في الكوب دافريك اللي قبل صحيح تو الكوره تطورت اسلام وكل واحد ياخذ حقه مروان بلا سامحني تو المشكله انا حسب ما سمعنا ديما نقول بوزيسيون اللي باش يحط فيها برمضان ويمشي على الجهه اليمين كما قلت لك شايب على الجهه اليمين اللي هو نقطه استفهام اخرى شفناه في كاس العالم ضد فرنسا مع القادر يلعب على كل ورا اليسار اليوم باش يلعبوا على كل ورا اليمين وكل ما يلعب غادي معناها يمكن شفناه الماتش اللي تعدى بريمير ميتو لعب غادي شنو الروندمون اللي تعطى دوزيام ميتو كي دخل وسط الميدان كيف لقى راحته ولقى ما ينجم ما عندوش الكاليتي حتى مع الترجي ما يقدمش مردود به كل ملعب على الكلوار ما عندوش الكاليتي باش يلعب غادي اما سلام استغربت انت كي قلت لي معناتها الصخيري امبالو تاج مع حمزه رفيعة معناتها الصخيري مستحيل ما تصورش انا الصخيري يقعد معناتها امبالو تاج انا كي نجي نحط الفورماسيون نحط الصخيري ومن بعد نحط ليكيب الاخرى اما تعرفش مش كنت الصخيري نفس السيناريو اللي تكرر مع وهبي الخزري وخلاه ينفر ويهجم ليكيب ناسيونال صخيري كان جاء ولد جمعية كبيرة في تونس وجاء صديق الإعلاميين ويعطيهم فيه في كادوات واحد رانا رديناه بيرلو وراسنا شايب فيه انا جديد الكاتوات ناخذوهم من عند الملاعبيه ناخذوهم من عند المسؤولين ناخذوهم من عند الحكام ناخذوهم من عند الناس الكل سيتي اون فيريتي ماناش في المدينه الفاضله ولا في واحد هذا وقعنا اما انك انت يا ناخذ في الكادوات انا نحن مش خالصين قلت لما على المنظومه القديمه باش انا مش خالص ناخذ في الكادوات باش باش نلم على المنظومه القديمه قلت نشكرهم وعفش في ناجي جوين قلت لي مشرف عام على التحكيم ما قلت ليش نكملوا له اسمعني حتى بربي حتى كلمة شفت التعيينات الجديدة حتى كلمة المشرف عام تنحات خلوه فير راح تيرام كريم قلت لي عشت انت قلت كلمة قلت لا عشت لا ما 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 نشر انا سمعني في الكلمة مش باش نقول لك كيما قالوا المدينة الفاضلة الاكسترا هذو موجودين شو فهم لعبية في الكادوات مش نقول لك فهم خاطرني كان مش نخرج انا زيادة نحكي على كوزين انترن ولي انا خايف عشت حدث هكا عشت انا ما شفتش انا مش نقول اما فما ليه كريم غلطتنا نحن تو نحن انا نعرف طبيعتك شنية وانا نعرفك راجل كنت انا راني تذريت برشا نعرفك كشكل يا كريم هذا صار نفس الصغير كريم العوض كريم كريم لا 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 ما نعرف انا عندي فكرة على كريم ونعرفه راجل ومش اليوم عادة انت على كلمة باش تقول نقوله راو بيه وعليه انا علاش تو انا علاش لحم تحلوه اخوي انا مراني لاني كنت راجل في التيران ويعرفوا طبيعتي وحتى في الجروب ريتنا مع بعضنا راو يعرفوني مركز ضحكه وقاعده اما اللي فما نقول ايش كان ريت انت تخبي قاعده لا لا هاي على القاعده مش مشكل قاعده يا كريم انت كلمه تقولش
ريت ولا ما نقولش وهذاك يقعد يقولش باش يقولوا بيا عليا كذا ريتنا احنا كان ما نخدموش المصلحه للقدام باش نقعدوا راهو ديما نقعدوا نعيشوا فيه نتاع 10 سنتين كي تقولي انت ما تكلمش يكلموا صحيح خاطر عبيد تعرف كي احنا ما نحبوش نتكلم موجود هاني قاعد نوصل هنا واللي عنده حاجه يتفضل خلي يقولوا بيا علي اللي تحب انت مروان ريت كريمه لا بلا لحظه هو قاعد يقال نتكلموا عشت حالة هكا انت كي نعيش مو قلت مو حكيت لك عاد سمسير واللطف سامحوني في الكلمه الكوره الماستر والكوره انت موجودين الكريم سمينا قلت لك موجودين باش نسمي بسام تولي عيب مي موجود لا اسمع يا اسلام راي لعبيد تونس صغير ونعرفوا بعض علاش هما تو لعبيد كي يتفرجوا يقول لك شو حتى كي يتفرجوا فينا يقول لك سمعتي هذه تو هكا اما يقول لك يقول لك تقول الحقيقه يقول لك راجل اليوم باش نصلحوا القدام وخلنا نحيوا السمسار وخلنا نحيوا الشريان وخلنا نحيوا الرشوه وخلنا نحكيوا لونتوراج نتاع الرؤساء نتاع الانديه كيف باش تخلص في الملعبيه اللي عايشين على هريسه اللي عايشين على الطماطم خل خرجوهم فرقوهم هذوما خاطر كنا ملعبيه ما نجموش نتكلموا يتكلمك هابتك اسبوار يتكلم ينحيك من ليستا يتوا جدا كريم كريم تبارك الله عليه معناتها كاريير وكل فريق لعب معاه كان من افضل ملاعبيه في الترجي في النادي الافريقي في اي في اي في اي جمعيه لعب فيها وتبارك الله عليه خلينا من خلينا اما المشكل اللي كنت نحكي فيه معناتها فما ملاعبيه تلقاهم كوتين مع الجمهور مع الاعلام تلقاه يدز معاه تلقاه حتى ما يعرفش يعمل كنترول يردوه مارادونا وفما جوهر قد ما يسعى قد ما يجتهد قد ما يلعب قد ما يكون متكامل ما تلقاش هاك البوست من عند حتى حد باش يحطوا هاك المجهود نتاعو اون فالور هذا صار مع كريم العواضي وتوا مع ليس صغير كريم شو اسلام احنا الاعلاميين عندنا ديزافينيتي نحبوا ولا نكرهوا انا مثلا نبدا في التلفزه نجي مثلا باش نخدم ماتش نحط مثلا لقطات باهر كريم ما نحطش المروان سي عمل الانسان احنا رانا بشر وعندنا العاطفه نجينا لما مدرب مش حكي على روحي راه نحكي في القطاع الاعلام ندز مع جو مع ملاعبي نقعد مع نعمل قهوه مع مدرب نهار كامل نعمل متراكاج نلمع فيه هذا وقعنا وهذا موجود راه حتى في العالم فما مدربين قراب للاعلاميين فما ملاعبيه قراب للاعلاميين يدزوا معاه وفما مدربين ياخذوا جمعيات قراص للاعلاميين يكلموا عليهم ويدزوا معاه هذا وقعنا ما يزمنش هذا اختطاف في الواقع هذا مروان حبينا نقول تعرفوا الواقع هذايا اسلام كي تقرب سيونس كبيره كوب دافريك كوب دي موند محابات وقت تولي المحابات وراضي الجمعيه فلتان وراضي فلتان خاطر باش تدخل فيها فلوس باش تدخل واش تدخل انت عشتها في 2022 والله عشتها انا 2018 انا عشتها 2018 مي ديما نقول راني انا كنت في الليست اخر وقت العبد ظهري في التصفيات زيد لا موجود في التصفيات من اللي بدات للي فات في الليست الفينال ما كنتش موجود فيها ومن بعد ولا مروان انا باش نقول لك ديما راهو هذه كان صارت المروان راهو من نص نهار نص نكملوا هنا يدخل الاستوديو اخر مختار فما حاجه في الكره هذه نعم عطينا ربي سبحانه وتعالى راهو كل شيء بكذبه ربي نجم انا كي ما مشيتش ربي كاتب لي فيها خير وما انت وين وقتها كريم في الجمعيه انا والله في نادي الرياضي صفاقس عندنا بون جروب كابتن نادي الرياضي صفاقس من احسن اللاعبين المحليين ومن احسن لاعب في الكاف وقتين وياسين مريح معناه فما حاجات اللي تغيظ اللي كل تتعب وجمعية وراك وجمهور وكل شيء فهمت وبرسنتاج كبيرة واحد كان حاط اللي بشي يمشي لاني يعني ما كنتش بش نمشي مش نبدل معناه بش نجيب كوب ديمون دينا ولا ما فهمت اما كنت ثم ساعات تحس روحك اللي موجود مع المجموعة هذيك واللي يمشي ولا ساعات اللي تغيظك حتى اللي مشي مش خير منك تحب ولا تكره وقت السخيري دخل زيد في المجموعه لا السخيري موجود لا ما كانش في التصفيات جاء وقتها لا السخيري. موجود السخيري ويستحق احمد خليل لا تحكي موجود برشا جاء ما نحبش نذكر الاسامي اما السخيري موجود ما فهمتيش قلت لي مش موجود قلت لك في التصفيات ما كانش جاء وقتها المنتخب وبعد التصفيات هذيك كي رشحنا الكوب دي موند وقتها جاء اي هو خلينا نفسرلك انا عندي انا واحد من الناس راه كان فما وسط ميدان الضر وكنا نشوفوه خير من هكا برش اللي هو محمد امين بن عمر الاصابه بون وقتها اصابه والشوال غالط وبرشا حاجات دوسي كبير هو الملف تاع بن عمر خسرنا في جوار كبير خسرنا جوار كبير برشا زاد خاطر كنا جام كارير كبير يمكن سخيري مش سخيري معناها انا قلت لك من بعد ولات خاطر سخيري كي مشينا نلعبوا كونتر كوستاريكا في نيس سخيري موجود في وسط الميدان و
ويلعب وجاوب به يعني عمل ماتش كبير كنت موجود لا من اللي جاء من اللي جاء من اللي جاء الطفل راه يعطي في روندمون علينا حابين نرجع المحبه هذه راهي موجوده كيما حكى بكري سيد احمد المحبه هذه موجود حبوا يرضيوا جمهور الكلوب وقتها يرضيوا ما ليه مش استناو في رضا جميع نادي الافريقي يعني جميع نادي الافريقي تعرف هذا كل شيء مين نقول لك انا شلو مسكو هنا المشكل وين تلوم مدرب تلوم معلمين تلوم فيديراسيون فهمت خطر ساعات كي تاكل حق انسان ولا تاكل حق عبد راك اوتوماتيكمون ماكش باش تخلص فيه تو باش تخلص فيه من بعد خطر ربي ما يحبش الظلم كيفاش كيما حكى بكري راهو سيد احمد راهو خطر الاعلام زاد تلقى صاحب مروان وصاحبي انا ومو صاحب مختار باش يحكي على فلان و ما يحكيش علينا وتطلع فلان وتطلع فلتان وهذه ضرت الكرة التونسية خاطر نحن في الكرة التونسية ولنا يلعب زوز ماتشات باين تلقاها الناس كل تحكي عليه وما غير ما يشعر خاطر نفسانين حتى من ماشي تتبدل والانتراج متاعه يتبدل عليه خاطر انت كان تشوف الفرق اسلام قبل الثورة وبعد الثورة ما كانش الاعلام سيد احمد يعرف يقولنا ما كانش الاعلام كيما توا معنا قبل باش تقرا على فلان لازمك تشري جريده ولا تتفرج في الاحد الرياضي ولا تتفرج في اكس ولا في جريك توا ولا كل شيء سهل بالفيسبوك ولا كل شيء سهل ولا تمضره ولا تمضره وانت تعرف حتى نحن وصلنا في مرحله من المراحل في تونس تحب ولا تكره الفيسبوك هو اللي هبط هو اللي هبط التشكيل اليوم فما لي زادمين زاد ايجا نكلمك يا امين نتاع الفيسبوك سيرتو الباجيت اللي ضرت الباجيت نتاع الجمعيات فما دي زادمين انا طلع ماشي يغيظني مروان مش مشكل يغيظني في 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 لي زادمين ولا في اكس ولا في جريك انا يغيظني من المسؤول يسمع الكلام هذاك صحيح اي صحيح كريم تحس ولا اليوم يا اخي والله فما حاجه انا قريب الكريم ويعرف هو صاحبي فما حاجه فما فينومين في كريم العواضي ما فهمتوش جوارات مشات من النادي الافريقي للترجي وجوارات جات من الترجي للنادي الافريقي الحقيقه حتى نسميه خالد المولي هو تحرم بشيراني مع عبد الخاطر الجمهور الافريقي معناها جمهور النادي الافريقي يرفض الحالات هذه مع ذلك الوحيد في تاريخ الكره التونسيه هو كريم العواضي مش الجمعيات الكبار الاربعه باحترام كبير التوا نسلوا حتى كي نقعدوا في قهوه ولا في حاجه كريم عطينا حتى جمعيه كلاس لي يقول لك والله لا الكل راهو جمعياتي والجمعيات الكل اللي تعدى عليهم يحبهم رغم انه بدا بالنادي الافريقي وطلعت بعض بالك شي خاطر مش ولد جمعيه ولد مقرين لا 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 مقرين كلها كلوب نادي مقرين كلها كلوبستية حتى كي بديت نسنس في السيد امين برك الله قال لي راه عنده حنين خاص للنادي الافريقي امين بركله باش لعب التفه بطلي سهل ومعنا سهل هو يسهل وفي الاخر اسمعني عنده حنين قال لي باش نعطيك من الاخر عنده حنين للنادي الافريقي وكو ما زيدك شيء هذا كلامك انت خاف اسالك انت نعطيك موضوع راه نحن في راه مش عيب باش تكون نحب النادي الافريقي هذا ما عيب نحد زاد مش عيب باش نقول نحب الترجي ونحب الاتوال مش عيب راه فخر لي انا كي نعملك واي واحد في وضعيتي راه يتمنى باش يصير كيما انا كي ندخل انا كي نلقى قدر من عند العباد البرا كيسوا من الكلوبيستي ولا من التراجي ولا من الملعب التونسي من الاتوال من جمعيات الكل حق نتاع ربي هذايا فخر خاطر نعرف اللي انا خدمت العباد وخدمت الكوره بقلب ورب مانيش عبادك الكورجيه توب مي اعطيناه حق الكوره واعطينا حق العباد اللي تتفرج لكن فضل النادي الافريقي كان خير منهم باعتبار اني البدايه نتاعك فضل النادي يحب كله انا كمسي لا خمسه سلك كيما كان بديت في النادي في التراجي باش تكون فضل التراجي نقول لك انا الفضل من شكون ديما الفضل من عند ربي سبحانه وتعالى انا الفضل باش بديت كاريري من حلق الواد والكرب مش مقرين لا خمسه سلك انا بديت من مقرين جمعيتي لوب مقرين انا ديما عندها فضل ماك تعرف تعلمنا الكوره غادي وتعلمنا الباهي والخايب غادي انا فاضل خاطر الدنيا هذه تعطيك فرصه اعطتني فرصه مع مقرين نلعبوا ماتش اميكار كونتر حلق الواد والكرم انتم ممكن ماك تعرف اش معناه جوار من ليغ تروارا والله جوار به انا جيت تخرج كلمه وقت حلق الواد والكرم مشادها معناه واحد من عيمه طرابلسي عادل بالخير صحيح توك عادل حي وسالوا معناه هما اللي كان سببهم بعد جاتني الفرصه معناه انا في العمر هذاك يجيني الفرصه مش نلعب في اسم كبير كيما النادي الافريقي حلم اي جوار باش يلعب في النادي الافريقي صحيح سامحني ومن بعد تجيك بشويه خاطر انا كي لعبت اعطيتها حقها
وعطيت الجمعيات الاخرين حقهم. اذا الحمد لله يا رب. انت كان فما تاش لعيمات خرجنا برشا من الموضوع حتى الواد الكلوب معناها فما باعتبار كل عينات معناها انت مشيت للكلوب تدا يحبوا يقولوا نموت على الكلوب. هو هو تاشني خاطر يقول له ما يسالش يا كريم كله ما يسالش شيء المشكل هذا ماني خايف من خاطر ما يسالش الجمعيات قلت فيها يموت قول نحب الكلوب ونحب نحبهم الكل خويا. هو عنده فضل خاطر هو يمكن لك تشف جمعية طرف الأ اكتشفني هو بشيخوني. شكون هذا؟ عماد طرابلس وقت أخذ من مجرين أخذ وليد التايب بوتشي وأخذ محمود المعمري. أنا هي كانت البداية والحمد لله يا ربي سلام. أنا يمكن خرجت بيك على الموضوع اللي في تونس كي تحب تنجح خمم في التيران وانسى ليزيكسترا تو ربي فاصل قصير بعد نرجع نكمل نحكي على المنتخب مع شلونه لقويس برشا